في بلد الشهداء لا فرق بين الصغير والكبير، بين الرجل والمرأة، فعند نداء التضحية والدفاع عن الوطن كلهم واحد. زاير شايب، تلك المرأة الشهيدة أول من سقطت شامخة في أرض الشهداء للثورة المباركة. ولدت البطلة في سنة 38 بضواحي بوتشاغوف، ولاية قالمة. الأب محمد شايب والأم جمعة زراري، تربت في ظل عائلة فلاحة بسيطة وسط 8 إخوان، منهم 3 بنات، كبرت على حب الوطن وزاد تعلقها به بعد التحاق أبيها بصفوف الثورة. سن 16 كان منعرجاً حاسماً في حياتها، فقررت الالتحاق بنضال الشعب الجزائري من خلال المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني مع بداية الثورة التحريرية سنة 54، لتكون ظهيراً للأب المجاهد بكل ما تملك من صبر وشجاعة، مثابرة على هذا النهج، ملتزمة بالعهد الذي قطعته على نفسها، إما النصر وإما الشهادة. ونالت إحدى الحسنيين وأية حسنى أن تكون حية ترزق عند ربها فرحة بما أوتيت من لدنه، لتسقط شهيدة رفقة البطل باجي مختار في معركة الرقاقمة بتاريخ 18 من نوفمبر من سنة 54. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على خير الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد. إخواني في الله، أحتاج إلى 10 ثواني من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو.